سلام لكل اوفيائنا وفي قناه الجزائر انوان، مرحبا بكم في عدد جديد من صراحه راحه. اليوم راح نسقسوا المواطن الجزائري على الوفاء بالوعد اللي هي نقولوا عليها الكلمه. يلا تابعونا. باينه بكري تاع بكري وتاع دوكا ماشي كيف كيف. دوكا ما كاش الصبر وما يوفيش بالوعد، الكثره الاغلبيه ما يوفيش بالوعد، بصح تاع بكري كانوا عندهم كلمه الحرمه ماشي كاع كيف كيف. دوكا تبدلت الحاله بزاف. واش نقول لك، احنا ما نصبروش، نشوفها من روحي انا الصبر كاع ما كاش. حاجه غير صغيره تلقانا نضبحوا نعيطوا، ما نصبروش لا في الدراهم ولا في الماكله، شغل ما كاش الصبر، تلقاهم غير يضبحوا. بصح تاع بكري لا كانوا قانعين وما يكذبوش، كي يعطيك كلمه يوفي بها، يعطيها لك اليوم غدوه تلقاه. بكري كلمه كانت كلمه تاع رجال، دوكا يقول لك كلمه يا خو شغل كاين عباد يبرومي للناس، يبروميهم بلي ما عنده والو، هو ما عنده والو يبرومي للناس يا خو الكلمه هذه. وكاين الناس مساكن نوايا فهمتي يتبعوا شغل يبرومي للناس وشغل بروموس ادغ. واحد انسان باش يبرومي انسان لواحد لازم برومي له خويا دوني. دوكا انا نشوفوه فيهم يا خو يبروميو برك يا خو، هو ما عنده والو يا خو تلقاه يبرومي للناس يا خو. ما مو هذه يا خو، عندك كلمه ابرومي للناس، عندك كلمه كلمه، ما عندكش كلمه يا خويا خليها عندك يا خو. هذا ما كان وراهي وراهي الكلمه هذه لهم يقولوا فيها تاع بكري. دوكا شكون مخير فيهم وعنده الكلمه؟ ما كاينش دوكا، سي فيني. غير اللي يقول لك اي داكو في داكو ما فيش مشكل ومن بعد يشلق بك العرف، ما كاش وراهي الكلمه. كلام تاع بكري وراهم الرجال وراهم النساء وراهم الفحوله، الا من رحم ربي، الا من رحم ربي وربي يجيب الخير. بون دوكا نقول لك الكلمه تاع زمان، الكلمه تاع دوكا ما ديفيرونس بزاف. بكري كانت كلمه كانت كاينه كي يقول لك على حاجه صافي دير يجي، فهمني، ولا يوعدك على حاجه يجي كاينه كاينه. الكلمه تاع دوكا ما كان حاجه، كيما يقول لك شغل الناس شغل ولات تكذب فهمني، وكيما يقولوا حنايا نورمال الناس ولات شغل تعطي الكلمه بصح ماشي في بلاصتها فاهم. تبدلت يا وي، تبدل الزمان به بماله. كي كانوا بكري كانوا رجال تاع الصح تاع كلمه، كي يقول لك كلمه كلمه، باسكو كان الراجل راجل راجل من الكلمه يتنحكم وما منسى كيف كيف. دوكا ولا غير الا من رحم ربي. وانت يا كي تعطي الكلمه توفي بها ولا غير احنا مازال احنا رانا مازالنا شادين في العاف العوايد تاع الزمان، مازالنا الحمد لله ولا غير مازالنا شادين في العوايد تاع الزمان. درك اللي تبدلت دوكا هاد لا جينيرال قليل، على كل حال ولا غير كاين مازال كاين ولاد الفاميليا مي قليل، فئه قليله ماشي بزاف يكذب عليك. سماك عارف جيل القديم سما كانت كلمه دوكا سما عاد كيما نقولوا ما كانش كيما نقولوا يعطيك كلمه ويعطيها لك سما في وقت مناسب تاعو ولا كذا، سما يدير عليك الروطه سما قادر ما يجيكش يجيك، فهمتني كيفاه؟ هذه هي. ودوكا دوكا ولات كل هضرة كاك برك سيبو، سما ما كانش لعين بدلك كلمه صحيحه هضرك. زين وانت يا طونكو انسان عندك الكلمه كي تعطيها؟ عندي الكلمه سينما ما دامت جيتني واحتجتني في حاجه لازمتني تشد عندي كلمه ونجيك على. يقول لك كاني جاي جي تاع دوكا، هو في البيس هو في البيس يقول لك ايه الو، يقول لك كاني عندك كاني جاي سي بون، هو مازال ومازال ميم با ما ركبش في البيس. نشوفها باللي ماشي كاع كيف كيف. وانت كي تعطي الكلمه دي نو انا كي نمد كلمه زين نوفي بالوعي تاعي نوفي. لا لا انت كشاك تشوف انا راني نشوف احنا انا نشوف بار اكسبيريونس واش عشتها كتبدلت الام. تبدلت بزاف ماشي كيما زاد، تبدلت تبدلوا ما سورتو هاد لا جينيراسيون هادي اللي نايضه اكثر من هادي اللي راهي دوكا حاليا، اللي راهي نايضه اكثر من اللي راهي دوكا حاليا. ربي يجيب الخير برك. في رايك وشنو هو المشكل اللي خلى الكلمه تسقط؟ ما على باليش والله ما يا خويا لي بارون تاع الوالدين تاع بكري يا خويا كانوا كان الحوار كانوا يهضروا مع ولادهم. دركا تيك لا دوك ولادهم هما اللي يحكموا في والديهم، بكري كانوا الوالدين هما اللي يحكموا في ولادهم، مي دركا لا لا دوكا تيك الدراري هما اللي يحكموا في ولادهم، يديسيد يقول اشري لي هذه تشريها له. قبل كانت الكلمه كاينه دوكا ما كاش كاع يا خو، ما كاش اللي يمد لك كلمه ويمشي فيها كاع يدور كيف. انت عندك الكلمه؟ انا عندي كلمه دوكا انسان مدنا كلمه ما جاش هكذا والله دوكا جا جايز معانا هما ديك الدار في حاله تدنا فقوالب وبابا وانت
دوكا خلاص الكلمه يا العزيز فسد المجتمع، ما كاش دوكا الكلمه، كلمه بكري عادي يلاه الكلمه بكري، بصح دوكا ما كان والو فسد المجتمع، ولا كاع الشعب يكذب، تقولوا كلمه يجبد لك طريق خلاص ولا يقول لك كلمه نواسيك وبعد ولي يتخباو، ما كاش كلمه دوك خويا نكذب عليك نقول لك عنده كلمه صغير ونسيبو عنده كلمه ما كان والو. باي باي. هادي يلا كلمه راحت خلاص دوكا خلاص فسد المجتمع فسد كلش. كاش الناس اللي كانوا بكري هذوك يمدوا كلمه يموت عليها كابر، بصح دوكا يمد لك كلمة يضر فيه تحسب ما موش يمد فيه كلمة ويمد نورمال. كما شفتوا مشاهدينا الكرام هكذا رد علينا المواطن الجزائري فيما يخص الموضوع تاع نهار اليوم. انا ما بقى غير اقول لكم كما قالوا ناس بكري الكلمة هي راس المال. نتلاقوا في فرصة اخرى. سلام.